تمرين بناء الهدف العام ضمن دورة بناء مؤشرات الأداء. كما تلاحظون أن الزملاء يقوموا بعملية إعداد الهدف العام لمشروعهم من نقاشات وحوارات في المجموعات. كل مجموعة الآن تقوم بإعداد الهدف العام لمشروعها، نقاشات كثيرة بين الزملاء واختلافات كثيرة جدا من أجل إعداد الهدف العام. الكل يعمل، الكل يتفاعل، الكل في حالة نقاش من أجل تحقيق هذا الهدف العام، كتابته لمشروع بناء المؤشر. وأيضا هناك عندنا مجموعة الأخوات في نقاش.